بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الفل يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن يعني بنقول ان درجات الحراره في معدلاتها الطبيعيه النهارده كانت 35 مثلا في القاهره، كذلك الامر امبارح. اول امبارح كان في حاجه غريبه جدا لما الدنيا كده غيمت وكان في امطار خفيفه، فاخبار الجو ايه بقى؟ بالفعل يمكن احنا الفتره دي هتعتبر فتره انتقاليه، لان احنا خلاص بدانا يعني نقول هنودع فصل الصيف ونستقبل فصل الخريف تدريجيا. كل ما تقدمنا اكتر خلال الايام اللي جايه ودخولنا في شهر 9 تبدا بعض الاجواء الخريفيه نبدا نشوفها في الاحوال الجويه. يمكن احنا شفنا اول امس وجود السحب المداريه اللي عملت على حجب اشعه الشمس وساعدت على تحسن الاجواء، وكان كمان في بعض الامطار تسقط في بعض الاماكن، وكانت امطار غير مؤثره في المحافظات الشماليه. المناطق الجنوبيه ما زالت الامطار المؤثره بتتساقط عليها اللي موجوده في اقصى جنوب البلاد. هو تدريجي الفتره اللي جايه احنا هنبدا نشعر بالتحسن حتى لو طفيف وتدريجي في الاحوال الجويه وكمان في قيم درجات الحراره. يعني احنا عظمى فتره النهار من 34 ل 35 درجه مئويه، لكن نسب الرطوبة لسه مرتفعة، هي بدأت تنخفض وهتبدأ تنخفض بشكل تدريجي، لكن ما زالت مرتفعة في الجو وما زالت إحساسنا بيها أو إحساسنا علشان الرطوبة، صح كده؟ طبعا، لأن هي الرطوبة هتخلي وجود الرطوبة في الجو هيخلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى من الـ 34 أو الـ 35، لكن أيضا الرطوبة بشكل تدريجي خلال الأيام اللي جاية هنبدأ نحس إن هي في بعض الأيام بتنخفض، خاصة لو في الأيام اللي هيكون فيها امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيخلي الرطوبة تتوزع في عمود الهواء، ما تتحبسش في طبقة قريبة من سطح الأرض، فده يقلل إحساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو، فحتى لو هي بدأت تقل بشكل تدريجي هنبدأ نحس كل ما تقدمنا زي ما قلنا في الأول في شهر 9 إن نسب رطوبة بتقل، قيم درجات الحرارة بتقل، لكن النهاردة على الأقل قيم درجات الحرارة فترة النهار عظمى على القاهرة الكبرى 34 ل 35 درجة مئوية، مع وجود نسب رطوبة في الجو هنحسها لو تكون 36 درجة مئوية أو 37 درجة مئوية، فالأجواء لسه الحارة الرطبة فترة النهار موجودة معانا في المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. طبعا محافظات الصعيد بتكون أعلى في قيم درجات الحرارة، فعشان كده أجواءها فترة النهار بتكون أجواء شديدة الحرارة فترة النهار في شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء. وطبعا احنا بنسجل قيمة درجة الحرارة العظمى وقت الظهيرة تقريبا كده من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 4 العصر، الفترة دي بنسجل فيها قيمة درجة الحرارة العظمى. بنيجي على فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، وكمان بيبقى في نشاط نسبي للرياح فترات المساء ساعات الليل يساعد بعض الشيء ان احنا نحس ان نسب رطوبه اقل، لكن في الاماكن المغلقه او الاماكن الداخليه ما زالت نسب رطوبه محسوسه، فبالتالي اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للحراره رطبه في معظم محافظات الجمهوريه. زي ما قلت لحضرتك مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 ل 40 كيلو متر على الساعه باختلاف طبعا من محافظه للثانيه. لو انا موجود في مدن جديده او اماكن مفتوحه هحس بوجود نشاط الرياح، لو انا موجود في اماكن داخليه طبعا مش هحس بنشاط الرياح بشكل كبير، بالاضافه كمان الشبوره المائيه ظاهره جويه ما زالت مؤثره معانا في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، طبعا هي بتاثر بانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه لكن ما بتاثرش على حركه المرور وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني احنا نقدر نقول 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على الطرق بشكل تدريجي. كمان الامطار في محافظات الجنوب يمكن دي مستمره معانا من بدايات الاسبوع، المناطق الموجوده في اقصى جنوب البلاد ما زالت بتتاثر بالفاصل المداري او الحزام المداري، طبعا بيتقدم شمالا وبيتقدم كمان لجنوب جمهوريه مصر العربيه، فبيبدا ياثر بسقوط امطار. النهاردة الأمطار في مجملها ما بين الخفيفة للمتوسطة ممكن تغزر أحيانا في بعض الأماكن من حلايب شلاتين رزبنات اللي هو جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مناطق كمان من بحيرة ناصر أبو سمبل، قد تتقدم كمان لبعض الأماكن من محافظة أسوان ومناطق كمان من محافظة الوادي الجديد. الأماكن دي هي كلها المعرضة لسقوط أمطار مؤثرة، وكمان الأمطار دي هتكون أمطار رعدية
والامطار الرعديه ممكن يصاحبها نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، فهنلاقي الاماكن اللي احنا ذكرناها اللي فيها سقوط امطار مؤثر ممكن نلاقي فيها بعض الاتربه والرمال المثاره اللي تاثر كمان بانخفاض في الرؤيه الافقيه. لكن المحافظات الشماليه مستقره بشكل كبير، حتى لو في بعض السحب المنخفضه من المتوسطه ممكن تساعد في بعض الاماكن على تلطيف الاجواء، ما فيش منها قلق تماما. عشان كمان نبدا من بكره السبت ان شاء الله نشوف بعض فرص الامطار في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن دي بشاير لفصل الخريف وبشاير ان في تحسن في الاحوال الجويه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. تبدا الامطار الاول امطار خفيفه على بعض الاماكن من اقصى غرب البلاد سلوم ومطروح، مع يوم الحد تتقدم لباقي المناطق الساحليه كلها المطله على البحر المتوسط، يعني توصل للعلمين مناطق من الاسكندريه، ده يوم الحد ان شاء الله. لكن هتكون امطار خفيفه هتساعد ان احنا نحس بتحسن في الاجواء، مفيش منها قلق تماما، مش هتاثر على حركه الملاحه باي حال من الاحوال يا دكتور منار. لا الامطار مش هتاثر على حركه الملاحه، احنا دايما اللي بيأثر عندنا على حركه الملاحه البحريه هو وجود بالظبط هو وجود نشاط للرياح. الى الان نشاط الرياح على البحر المتوسط لا يتجاوز ال 30 ل 35 كيلو متر على الساعه، فبالتالي ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر، يعني اليوم تحديدا ارتفاع الموج من 1.5 ل 2 متر، البحر المتوسط مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بس هنخلي بالنا لان 2 متر ده بيكون غير مناسب بشكل كبير للساده المصيفين، فالسباحه ممكن يبقى خطر. بالظبط بيبقى خطر على الساده المصيفين، فناخد بالنا بقدر الامكان نكون في يعني السباحه واعمال المصيف كلها تبقى في منطقه قريبه من الشاطئ، بلاش التعمق داخل البحر البحر المتوسط، لكن هو لاعمال الصيد والملاحه البحريه طبعا مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، هكذا البحر الاحمر ايضا هو مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه وايضا اعمال التنزه. مهم في الفتره دي يا استاذه هاله ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان بنعمل ده والله يا دكتوره منار. هي فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف طبعا. بيحصل فيها تغير في الحاله الجويه بشكل كبير، بيحصل ممكن يحصل تحديث في التوزيعات الضغطيه وفي التنبؤات الجويه ما بين يوم للتاني، فلازم نتابع النشرات الجويه. بس نطمن كل الساده المواطنين ان احنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله قيم درجات الحراره فيه هتكون اقل من الاسبوع الماضي، يعني هتكون عظمى على القاهره الكبرى من 34 ل 33 درجه مئويه، وده تحسن نسبي حتى لو طفيف في الاحوال الجويه. بالظبط، مع بقاء نسب رطوبه مرتفعه لكن مش بالشكل الكبير ايضا، فهتخلينا نحس ان هي اعلى من ال 34، بس ده بدايه تحسن حتى لو طفيف في الاحوال الجويه. طب ما هي نسب الرطوبه المرتفعه دي يا دكتوره منار بسبب تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي، انا عماله بسال هو ده هيخلص امتى؟ يعني ده معدي علينا كده بيجي لنا بيتشبع بالميه لما بيعدي على البحر المتوسط، ده المنخفض ده امتى يعني هيخلص فتقدر نسب الرطوبه دي تقل؟ طيب خلينا نقول هو بالفعل احنا يعني تاثرنا بنسب الرطوبه العاليه بسبب مرور الكتل الهوائيه على البحر المتوسط. خلال الايام اللي جايه امتداد منخفض الهند الموسمي هيبدا ينحصر وياثر علينا امتداد مرتفع العروض الوسطى، وده مرتفع جوي معاه كتل هوائيه قادمه من جنوب غرب اوروبا، لكن هي ايضا فيعملوا توازن على البحر المتوسط. لا هي بتمر على البحر المتوسط فبالتالي بتحمل ايضا بكميات كبيره من بخار الميه، لكن قيم درجات الحراره فيها بتكون منخفضه عن قيم درجات الحراره القادمه مع امتداد منخفض الهند الموسمي. الايام اللي جايه هيكون امتداد مرتفع العروض الوسطى مش امتداد منخفض الهند الموسمي، عشان كده احنا بنقول قيم درجات الحراره هتبدا تتجه نحو الانخفاضات ونسب الرطوبه لكن بشكل طفيف مش بشكل كبير، لان لسه الكتل الهوائيه جايه من على البحر المتوسط. لكن اليوم اللي هيكون فيه امتداد لمنخفض جوي وخاصه يوم الحد اللي جاي المنخفض الجوي ده بيخلي الرطوبه تتوزع في عمود الهواء وتتحول لسحب منخفضه ومتوسطه، فده يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل. تمام، بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض كده دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. متوقع القاهرة تكون العظمى فيها 35 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 36 27، اسكندرية 33 24 والعلمين الجديدة 32 23، مطروح 31 23 ودمياط 32 26، بورسعيد 31 27 والإسماعيلية 36 25، السويس 35 26 والعريش 33 23، أما كاترين 30 16 وطابة 34 25، حلايب 34 31 وشلبي
31 38 30، شرم الشيخ 39 28، والغردقه 37 28، الفيوم 36 26، وبني سويف 36 25، اما الوادي الجديد 42 25، واسيوط 39 26، سوهاج 42 26، وقنا 44 29، الاقصر 43 30، واسوان 44 31. ودي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، وزي ما قلنا كده نخلي بالنا لان احنا زي ما دكتور منار قالت في فتره انتقاليه ما بين الصيف والخريف، فيا ريت نخلي بالنا.